السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نتعامل مع الباص. خلينا نبدأ نيو وورلد بشكل دوت. هختار الباص وابدأ ادوس هنا، فبيبدأ يديني المسار اهوت اللي ممكن اربط بيه اي لعبة مثلا ديت. ممكن اختار مثلا كودو واجي هنا اقول له بروجرام واقول له مثلا خليها على طول من غير برمجة. بيبدأ يتحرك على الباص كويكلي كويكلي. اسكيب اسكيب، هيبدأ يمشي في المسار. طيب هي المسار اكتر من كده بكتير، في حاجات تانية ممكن نعملها. مثلا لو جينا دوسنا رايت كليك هيقول لي بلين باص اللي هو دوت. اول ابدأ اعمل حائط بالشكل ده، ممكن انا عايز اعمل سيلكت على الحائط كله، فهاجي على اي واحده فيهم وادوس شيفت كده نعلم عليهم كلهم مره واحده، بحيث ان انا لما اعمل اي تعديل يتعمل عليهم كلهم مره واحده. تمام، يعني لما اقول له شينج هاي وعدل يلاقي كله اتعدل في نفس اللحظه. طيب ممكن بعد كده مثلا اجي ازود قطعه ارض عشان نكمل شرح. ممكن بعد كده اجي اقول له انا عايز ازود باص وادوس هنا واقول له روت، فانا كده بعمل طريق. ممكن الطريق ده اخلي اللعبه تلتزم بيها، يعني لو انا بعمل لعبه اخليها تلتزم بالطريق دوت. رايت كليك، تمام، اصبح عندي المسار دوت. فممكن اعمل بقى باص حقيقي. طيب لو انا جيت هنا، بس هو انا بيمشي على الباص. لو دوس شيفت وجيت عملت سيلكت على دوت وقلت له شينج هاي، تقدر تعدل بتاع الروب كل مرة واحدة. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز فلورا، يبدأ يعمل لك زهور بالشكل دوت. فالباص دول بيديني امكانيات كتيرة جدا، مش مجرد باص، لا ممكن اعمل وول او رود او فلورا بالشكل دوت. وطبعا ممكن تيجي تعمل سيلكت شيفت هنا، بحيث لما تدوس وتقول له شينج تايب يديك ان انت تعدل زي ما انت عايز. ممكن تقول له شينج هاي،